هذا واكد مدبولي امتلاك مصر العديد من المدن التي تسخر بالمقاومات الطبيعيه اللازمه للسياحه الصحيه واشار الى تطلع مصر لتنميه المدن والمقاصد ذات المقومات الطبيعيه الهائله بمشاركه القطاع الخاص إدراكا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر وأيضا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العالمين وراس الحكمة بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة في تنميتها حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تذخر به من مقومات الجذب السياحي وكذلك يمكن ان تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويله من العمل والاستمتاع بنمط الحياه يمزج بين الراحه والاصاله